فعل المسلم أن يفرح، يفرح بطاعة الله جل وعلا، لكن لا يشرع له أن يفرح بالبدع والمحدثات، كما هو حادث اليوم يحتفلون بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، مولد ما أنزل الله به من سلطان، حتى أنهم لا يعلمون متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف المؤرخون بذلك اختلافا كثيرا، وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم إلا أنه قال عن يوم الاثنين: ذلك يوم ولدت فيه. نعم، قيل أنه ولد في عام الفيل، لكن اليقين أنه توفي صلى الله عليه وسلم يوم 12 من ربيع الأول. فأهل البدع خدعوا المسلمين وضحكوا عليهم، فجعلوا يوم 12 من ربيع الأول احتفالا بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، والحق أنه يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالباطنيون أهل البدع خارجون عن الإسلام، خارجون عن ملة الإسلام، احتفلوا بهذا اليوم ونشروه في العالم الإسلامي، فأصبح الناس يفرحون بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، والحق أنه ذكرى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. من يفطن لهذا؟ يفرح بعض الناس أنه إجازة، يوم يستريح فيه هذا اليوم، ما المناسبة؟ مولد النبي صلى الله عليه وسلم. ما يعلم هذا أنه يروج للبدع، يروج للمحدثات، يؤيد أهل البدع أعداء الإسلام والمسلمين، بل أن هؤلاء يتشبهون بالنصارى لأنهم يحتفلون بمولد عيسى عليه السلام، فقال بعض المسلمين: فلنحتفل بمولد محمد صلى الله عليه وسلم. كيف نقلد النصارى أو اليهود؟